صباح السلام عليكم يا شعب الجزائري. راني شفت واحد الفيديو كان يدور تاع واحدة نائمة صالحي كانت تقول باللي لو كان بنتي تتعلم اللغة الأمازيغية راني نقتلها. ابارامون كانوا باغيين ولا وقيلا راهم غادي يولي يقروا اللغة الأمازيغية في الجزائر، وهي قالت بما أن الأغلبية تاع الشعب الجزائري عرب، الأغلبية تحكم على الأقلية، الأغلبية اللي هي عربية تحكم على الأقلية اللي هما أمازيغ. بغيت نقول لكم واحد الحاجة، أنا من الغرب الجزائري، أنا ماني لا قبايلي لا شاوي لا ترقي لا مزابي، لا أنا من الغرب الجزائري من وهران، وجدودي يقول على روحهم عرب كما الأغلبية تاع الشعب الجزائري. جات ابارامون صدفة، كنت درت تيست اديان جات مع هاد لا بيريود هادي وخرج لي ريزولتا. غادي نوريكم الريزولتا تاعي وانتوما حكموا. خرجت 39% ميدل ايست مويان اوريون، خرجت 37% نور افريكا، خرجت 8% من ساوث يوروب اللي هي الايطالي ولا غريس، خرجت 5% من مالي، خرجت 3% يوروبيان جويش هما لي بي تاعهم، خرجت 3% من ساوث افريكا بانتو، خرجت 3% إيبيريان بينينسولا اللي هي الإسبان وبورتغال، وزيد كاين تاع 1% كلش. المهم هذه واش تبين؟ هذه تبين بلي الشعب الجزائري ما كومش عرب، مخلطة الأديان تاعكم، جاي مخلط كاع. ما تنجمش تقول على شعب كيما هذا، كيما انا بار اكزومبل اللي مام جدودي كانوا يقولوا لهم عرب، ما نجمش نقول على روحي عربي، راني نديرو حنايا هذه 39% تاع الميدل ايست نديروها حنا عرب، بيان كو ماشي عرب كيما راكم تشوفوا، راه فيها ميم لا تركي وليغو، حنا نقولوا هاد 39% نديروها كاع سيدي عرب، تبقى 61% ماشي عربي. اسكو نجم نقول على روحي انا عربي؟ راه كاين 37% ها كيما راكم تشوفوا فيها، 37% امازيغ، 39% ميدل ايست نقولوا حنا عرب، 39% عرب، راهم كيف كيف. اسكو نجم نقول على روحي عربي ولا نقول على روحي امازيغي؟ لا ريبونس تبقى عندكم. غادي ندير واحد كومباريزون مع واحد قبايلي، قبايلي دار تيست اديان، واش طلع له؟ طلع له 35% نورت افريكا، وطلع له 20% من الميدل ايست. انا طلعت اكثر منه في الميدل ايست، بصح هو طلع مام قل مني في النورث افريكا، محسوب انا طلعت 37% هو طلع 35% نورث افريكا، هاي كما كنت تشوف فيها. سما مام انا اللي نقول على روحي عربي اكثر منه في نورث افريكا. واللي عربي تاع بصح هو من الميدل ايست، من السعوديه، طلع له 100% ميدل ايست، 100% 100% طلعت له ميدل ايست، هذا يقولوا له روحه عربي، هذا 100% طلع من الميدل ايست يقولوا له روحه عربي. المهم انا اللي بغيت نقولها لكم بلي مام لي زالجيريان اللي راهم يقولوا له روحهم عرب، غادي لو كان ديروا تيست اديان غادي ممكن تطلع لكم كيما هذه، كيما هاد الريزلت هذه، كيما طلعت لي انا، كيما طلعت واحد كابيل، كيما طلعت بيان كو انا ما جدودي ما يقولوش كاع على روحهم بلي قبائل ولا امازيغ ولا ما، غادي يطلع لكم كيما هاك لو بورسونتاج تاعكم مخلط ميلونج، في نورث افريكا، في ميدل ايست، ونورث افريكا غادي يطلع لكم سي غارونتي. هذا واش حبيت نقول لكم.
هذه جينيتيكمون بارلون، اما هيستوريكمون بارلون راهي هذه البلاصه هذه امازيغيه، سواء الشعب الجزائري اللي قبل بهذه بالليستوار، اللي ما يقبلش بالليستوار ويقولوا له روحه عربي، راك ما من تايا لو كان دير تيست ادي غادي تلقى روحك ماشي عربي. هذه غير خمو فيها شويه، هذا اللي حبيت نقولها لكم، خمو فيها شويه برك. ما تنكرش اصلك باش تقول انا مسلم، راه الاسلام ما عندوش علاقه بالعرق، راه تنجم تكون مسلم وتكون امازيغي، ما عندوش علاقه بالدين، ما عندوش علاقه بالعرق. مام العرب راهم من مينوغيتي في بين لي مسلمون. وفينالمون واش حبيت نقول لكم، باللي مام هذه نائمه صالحي ولا النواب الاخرين ولا اللي راهم يقولوا باللي احنا ضد الامازيغيه وضد وحنا عرب، لا ماجوريتي تاعنا عرب ضد لي كابيل ولا هادو، اصلا هادو ما همش مهتمين بالإدوكاسيون تاعكم كاع، تقروا العربيه ما تقروش، تقروا الامازيغيه ما هما ليسونسييل، يلهو بصوالحهم باش ما نعاودش لاكاسيت هذه، هما يلهو بدراهمهم، راه على بالكم هذه ما يدوا في الدراهم وكلش، انتم يخلوكم الدابزين تاع انت عربي انت امازيغي انت ما عارفش انت شاوي انت. هذا واش حبيت نقول لكم يا شعب الجزائري، وخموا شويه مملكه تقولوا روحكم عرب ولا، خموا شويه، خموا برك في باش ما تسبوش، تلقى روحك تسب في روحك نتايا وانت ما على بالكش. وميرسي و اطول طاله.